عزلنا اجيال من 69 واحنا بنشجع الاسماعيلي وهنموت نشجع الاسماعيلي. بس في حاجه، انا عاوز فريق يلعب كوره، مش فريق بس اسم اسماعيلي اوانطا والدور اخير. ايه المركز الاخير يعني بايه؟ الاسماعيلي كان تمني بينافس على الثاني الثالث وبياخد بطولات، هو راح فين الاسماعيلي؟ خدوا فرصتهم وقليل لما حد بيلاقي الفرصه ديت. اه ما في ظروف صعبه ماشي، ما جراش حاجه، بس احنا لازم نقف جنبهم. هم ولاد الاسماعيلي ولاد البلد، وهيدوا كل اللي من عمره ما حد ياثر في حق الاسماعيلي، سيان حمد او اي حد يجي بعد كده ولا حتى اللي مشي. فان شاء الله ينقصوا بالروح بس، وان شاء الله رب هم دول الروح بس. ما هم اساسا الاولاد كلهم مش ابناء الاسماعيلي، مش من مدرسه الكوره بتاعت الاسماعيلي، فلازم نعذرهم. الجزء الاخير ده رفع من الروح المعنويه للعيبه، واللعيبه بامانه الماتش ده كان بيلعبوا بكل حماس بكل قوه، وربنا حقق لهم ما ارادوا. وانا عايز اقول ان الاسماعيلي مش نادي بنشجعه، الاسماعيلي ده 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 ده, ده وطن بنعشقه. الاسماعيلي نادي كبير، و فوز على النادي الاتحاد الماتش اللي فات ده يدينا دفعه كبيره. هم بس كانوا محتاجين مكسب في الاول، عشان المكسب بيجيب مكسب بس. ف هي بس اللعيبه كل ماتش بتنزل مضغوطه بسبب اللي هم المركز الاخير، والجماهير ضاغطه عليهم كل يعني في كل الماتشات وكده. وبس ربنا يكرم ان شاء الله يعني في الماتشات اللي جايه. الفوز الاخير ادانا دفعه معنويه كبيره، واحنا بنطالب كابتن حمد والجماهير ان هي تصبر على النادي الاسماعيلي كويس. النادي الاسماعيلي كبير، هو في مكان مش كويس طبعا، بس احنا مش بايدينا حاجه نعملها غير ان احنا نقول يا رب، فاهمني؟ دي حاجه ثانيه. احنا بنقول لجماهير الاسماعيلي تصبر على النادي شويه. النادي الاسماعيلي كسب الماتش اللي فات، دي دفعه معنويه كبيره. ان شاء الله اللي جاي هيبقى كويس النادي الاسماعيلي. الموقف صعب السنه دي، الفرق كلها في تدعيمات طبعا، الامكانيات الماديه الاسماعيلي عليه مديونات كتير، ومحتاج نظره من السيد المحترم الوزير اشرف صبحي وجميع رجال الاعمال في اسماعيليه الوقوف جنب النادي الاسماعيلي. مصر كلها عارفه ان الاسماعيليه بلد الكوره، وبنحب الكوره وبنعشق الكوره. فمن اول اصلا بقالنا سنتين واحنا بنعاني، مشكلتنا مش في المكسب، احنا عارفين كده كده الاسماعيلي بامر الله راجع، مع طبعا الكابتن حمد واسماعيليه كلها بتدعمه. مفيش حد يقدر يقف قدام كابتن حمد في حاجه، ده اللي احنا عايزين نوصله له، ان البلد كلها وراك.